اول سؤال، طبعا الرسمه بالامتحان بتكون واضحه، مو مثل اللي عندكم بالصوره، اوضح يعني. فلذلك نحن بالتصحيح ساعدنا بهالسؤال قدر الامكان، بس بدنا نفهم الحل الحقيقي. جد ليميت اف اكس عند الزائد لا نهايه، انتبه تمشي على الخط. لما بيقول لك ليميت اف اكس لما الاكس يسعى للزائد، هل اتمنى بدنا نمسحها من هون؟ قلنا عشاق برشلونه ينسوا المباراه ويركزوا على بكالوريا، ما بدنا نتيجتك تتأثر بالثمانية تبعيت. واللي عم يقول لي انت من الانتر وصل لهون بعدين خسر بثمانية، الانتر من يوم وبيطلع بابطال اوروبا وبيخسر، بس ما بيخسر ثمانية. احنا ما عندنا مشكلة بالخسارة، خسروا بس ثمانية عيب. يعني الواحد احيان بيخسر بس بشرف وكرامة، اما بلا شرف وبلا كرامة هنا. انا ماني باريسي، انا انتراوي للدم. ايه بكره بيلعبوا الانتر مع البايرن كاس السوبر، وبنشوف بيخسروا 8 ولا بيخسروا 1-2 او بيفوزوا 8 كمان بجوز. على العموم برشلونه يبقى برشلونه، وانتم السوريين ما لكم علاقه ببرشلونه، احنا فقط موضوع مزاح وضحك، وانسوا غرامك راح. كمل معي عند الزائد لا نهايه، الخط جاي على اليمين، انتبه اقصى اليمين هيك. شو يعني اكس يسعى للزائد؟ يعني روح على اقصى اليمين واسقط على الوايات، هي بالمشرمح من اخر شيء. شو يعني اكس يسعى للزائد لنهايه؟ يعني روح على اقصى اليمين بالخط واسقط على مين؟ على واي واي فتحه. وين اقصى اليمين؟ هون. اسقط على الوايات، شوف قريب من مين؟ قريب من السام. هلا واحد بيقول لي يا استاذ نزلت نزلت على الاربعه على الخمسه، مو هيك. لما بيكون في مقارب مائل ما بصير تكون نهاية عدد، ليميت لا نهاية بتكون لا نهاية، بس انت قريب من السهم خلاص تاخده من فوق. يعني مبين انه هذا بالامتحانات عم ينزل هيك، هذا عم ينزل وين؟ جاي من فوق. فانت بتعتبر سقطناها اجت بسويت السهم او قريب من السهم العلوي، اذا الجواب شو هو؟ زائد. طبعا فوق يعني زائد لا نهاية، عنده ناقص لا نهاية. شوف العكس، ليميت اف اكس لما الاكس يسعى لي ناقص لا نهاية، يعني روح على اقصى اليسار اسقط على الوايات. وين اقصى اليسار بالرسمه؟ هون صح، هذيك اقصى اليمين، هاي اقصى اليسار، ها يمين يسار نزل على الوايات. سوري على الوايات، نزل على الوايات، نزلت تحت قريب من السهم. شو يعني ناقص لك؟ وصلت من فوق زائد لا نهاية، من تحت ناقص لا نهاية. بعثت لي نسخة حلول لي كمان، نتأكد من السلم الكاتبين، هات لي ورقة حل. طلب الثاني صعبة هاي؟ لا مش هالكلام اللي عم خربط فيها، استنى ما في. روح اقصى اليمين اسقط على الوياط، روح اقصى اليسار اسقط على الوياط. هلا دل على القيم الحدية وبين نوع، عندك قيمتين حديتين مبينة، هي قبة من الأعلى وقاع من الأسفل، سميهم اللي بدك يا قعر قبة كبة بدك اسقطها. طبعا مبين هذه الصورة لانه نازل طالع اسقطها. طيب نقطة لاحظ شو حدث سياطة 3-5 بالامتحان، ما بصير تقول 3-5 قيمة كبرى تاخذ صفر لانه هي نقطة، يعرف يسكت هي نقطة ما بصير. ولا بصير تقول اف اكس يساوي الخمسة، شوف الكتابات القاطعة كلها. الاجابة الصحيحة اف 3 يساوي 5. إذا كنت نجاوب عنا نقول له F3 يساوي 5 قيمة صغرى ولا كبرى؟ هاي صغرى. طيب أو شو بيقولوا طريقة تانية، 5 قيمة صغرى، 5 بدون F كذا يساوي كذا، بس كلمة 5 تمام. يعني نجيب سيرة مين؟ الإكسات. أما تكتب 3-5 خطأ، تكتب 3 خطأ، تكتب X يساوي 5 خطأ، لأنه القيمة هي Y وليس دي، وY بيساوي 5 خطأ لأن هذا صفة مقارب مستقيم. هذا إذا جملتين، يا اف كذا يساوي كذا، اف 3 يساوي 5 أو 5. هلا بالنسبة لكم أنتو اللي كتب أي رقم هون ما حاسبنا، بس المهم بدنا مين؟ نحن كنا 5، اللي كتب 3-3.25-3.5 لأنه الخط ما واضح كثير، كنا عم ندور على مين؟ على 5. الكبرى هي على الرسم الدقيق شو حدث سياتها؟
واحد واحد فهم له اف الواحد يساوي الواحد مثل ما مكتوب عندكم بالسلم قيمة كبرى. يلي كذا اف واحد ونص مرقناها, اف واحد فاصلة اثنين مرقناها, كنا عم ندور فقط عمين على هذه يعني على الطرف الثاني. شو ما كان يكون الطرف الاول طبعا من الامتحانات بتكون الرسمة دقيقة فنكتبها نحن بدقة. شو فائدة هاتان القيمتان الحديتان في القطع الزائد؟ هاتان القيمتان إذا وصلناهما شباب فإن مركز التناظر هو منتصفهما. لذلك كيف يطلعوا مركز التناظر؟ شوفوا الطلب الخامس. مركز التناظر هو نقطة المنتصف, هي نقطة المنتصف بين القيمتين الحديتين. إذا الطلب الخامس مركز التناظر هي نقطة المنتصف بين القيمتين الحديتين. يعني كيف نطلع إكسات مركز التناظر؟ نجمع الإكسات ونقسم على 2. جمعوا الإكسات, هاي كانت 1 1, هذيك شو كانت؟ 3 5. إذا مركز التناظر الطلب الخامس جمعوا يلا 3 + 1 = 2, 5 + 1 = 2. الجواب 4 2 2, 6 2 3. هذا هو مركز التناظر. هذه أسهل طريقة لمركز التناظر. تأخذ القيمة الحدية الأولى والقيمة الحدية تجمع الإكسات وتقسمها 2, تجمع الوايات وتقسمها 2, يطلع إحداثيات منتصف قطعة مستقيمة. هذا هو مركز التناظر للقطع الزائد. طريقة أخرى لمركز التناظر هي نقطة تقاطع المقاربين الشاقولي والمائل. بسرعة عمر, نقطة تقاطع المقاربين الشاقولي والمائل. فوتي فوتي لجوا لعندي. نقطة تقاطع المقاربين الشاقولي والمائل. فوتي فوتي فوتي. قربوا لقدام. قربي لجي جورج, اعطيها الكرسي. إلين اعطيها الكرسي. محمد اعطيها الكرسي لرفيقك. اعطي الكرسي لرفيقك جعفر بسرعة. كل واحد ياخذ كرسي اللي ورا. لا تخاف الكرسي ما بينقل كورونا. اعطي الكرسي. اعطي كرسي لمحمد. ايه جيب كرسي علي من ورا يلا. إذا منعيد مركز التناظر تأخذ القيمة الحدية الصغرى والقيمة الحدية الكبرى تجمعها وتقسم على 2. ليك عمر. تأخذ القيمة الحدية الصغرى والكبرى تجمع الإكسات وتقسم على 2, تجمع الوايات وتقسم. هن ما بدهم طريقة, هن بدهم بس الجواب. الجواب فقط هو لا 2 3. الطريقة الثانية كنا عم نحكي هو نقطة تقاطع المقاربين المائل والشاقولي. واحد اللي الشاقولي ولا ما موجود؟ لا موجود بس انت بدك نظارات. شايفين النقاط هذول؟ هذول انا مقارب شاقولي ليك ب2 مبين عليك. هذا النقاط مش هاي نقاط مشاركة احداثيات. شرط كل راسم لك مستقيم ايش انا؟ ما شرط كل راسم المستقيم. وصلت؟ وين نقطة التقاطع اللي كان؟ رجعت نفس النقطة 2 كم؟ تفضل سأل. مش باري لك كده تعرفها غيره بس كتوي الجواب يمشي الحال. ايه بصير شو بدي معه القارب مركز تناظر بس موصل طريق غيره. مين عم يسأل سؤال مركز تناظر؟ الطلب الثالث ما عدد حلول المعادلة fx يساوي 0. نرسم المستقيم y تساوي 0. وينه مرسوم؟ هذا هو, هذا y يساوي 0. بكم مكان قطع الخط؟ هذا مكان وهذا مكان. كم مكان صاروا؟ مكانين. قطع الخط بمكانين. اذا يوجد حلين. الكلمة حلان فقط, ما قال لك ما هما, ما في داعي نطلعهم. اكتب معادلة المقارب المائل. يوجد عدة طرق
احدها ان نقول ناخذ معادلة المستقيم بشكل عام. واي ناقص اف ا بيساوي اف فتحة ا في اكس ناقص ا. الآ والاف ا نقطة انا بختارها. اختار نقطة بما من المقارب. لكن هي 2 3 2 3 المركز التناظر نفسه عم يمر من المقارب. فهذا بعتبره ا، هذا بعتبره مين؟ اف ال ا. مين ضل عندك؟ اف فتحة ال ا. طبعا الواي والاكس بضلوا مجاهيل. ضل عنا الاف فتحة. بسرعة فوتي فوتي يلا فوتي لقدام في محل. قربي قربي والله انت خليل عني عسرت هاي لهم شباب. اف فتحة من وين نجيبها؟ مين متذكر؟ ناخذ نقطتين فرق الوايات على فرق الاكسات. ناخذ نقطتين فرق الوايات على فرق الاكسات. من هنا نجيب نقطة تانية. دور لشوف على نقطة تانية بيملأ منها المقارب. لكن لاحظ هاي علمت لك ان الدويرة هاي نقطة وهاي نقطة. معناها الميل هذا في الفتحة او من وين بيجي؟ اعطوني احداثيات لهاي. 0 1 بتروح على هالنقطتين تاخذ فرق الوايات على فرق الاكسات. فرق الوايات يعني 3 ناقص 1 فرق الاكسات 2 ناقص 0. الجواب 2 على 2 1. هلا بنرجع نعوض. تعال نعوض مع بعض. واي ناقص اف ال ا شلنا 3 بيساوي اف فتحه ا 1 اكس ناقص ا اكس ناقص واي تساوي فكه اكس ناقص 2 زائد 3 واي تساوي اكس زائد. طريقه اخرى طولي بالك. بنحط المعادلة عندنا y تساوي ax زائد b. نعوض النقطة الأولى 3 تساوي 2a بدل x نحط 2 زائد b نعتبرها معادلة أولى. نحط النقطة الثانية 0 1 1 بيساوي a بصفر 0 زائد b معادلة ثانية. طلعت ال b 1 نرجع منعوضها هون لل b 1 بتروح لونيك بتصير 2 ا بتطلع 2 على 2 1. بالحل المشترك ال ا عم تطلع 1 ال بي عم تطلع 1. ترجع بالتجر هون مرة تانية تطلع واي تساوي اكس زائد 1 نفس الجواب. وهي طريقة اخرى تمام. يا هيك يا هيك تفضلي. كل معادلة مستقيم لها هذا الشكل سواء كان مماس الا كان مقارب الا كان مستقيم الا كان شكل. هذول النقطتين شو بهم؟ شو بهم؟ فينك بس بدها تكون هذه النقطة دقيقة. أي نقطتين بتاخذهم بيمشي الحال مشان فرق الوايات على فرق الإكسات. أي نقطتين من المستقيم إن شاء الله تاخذها من المريخ بس يكون من المستقيم نفسه. وقرود السود إن شاء الله تاخذها من المريخ. أي نقطة بيمنع من المستقيم عكيفك نقي. هاي 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 نقطتين. واللي بده هاي علمتك الطريقة الثانية تكتب المعادلة شو هي واي تساوي اكس زائد ب. بتعوض النقطة الأولى بتعوض النقطة الثانية بيطلع معك الأول مباشرة بتطلع معك. أعتقد هي أسهل من هذيك البعض. كل بعض هذيك أسهل من هاي. أنت كيف بدك تكرم عيونك غيره؟ مش الحال. وين 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 تكتب اكس زائد ب بتعوض بدل واي وبدل اكس. هالنقطة الأولى هاي واي وهي اكس بضل الأ والبي مجاهي. ترجع تعوض هالهم بضل الأ والبي مجاهي. معادلتين مشهورين حل مشترك تطلع الأ والبي بترجع تعوض هون أ. طيب السؤال الثاني حليناه امبارح مو؟ ثاني ثالث رابع حكينا عنه البارحة والخامس كمان. هذول سهلين ومحلولين. اللي ما قدر يحضر شرحهم موجود الشرح سألني عنه لاحقا. التمرين الأول كمان حكينا هو نفسه اللي جاب الامتحان النهائي كمان محلول عندك. تمرين ثاني حلينا. تمرين ثاني يلا. تمرين ثاني
في معلم متجانس لدينا النقاط A B C D أثبت أن A طبعا هذا كمان كان جاي بالامتحان النهائي أثبت أن A B و A C غير مرتبطين اكتب جنبه يجب أن تكون المركبات غير متناسبة اكتب جنبه يجب أن تكون المركبات غير متناسبة منطلع الشعاعين A B و A C منطلع الشعاعين A B و A C الآبة عم تطلع معنا 3 3 ناقص 3 في عالم الهلا ما عم نحط أشياء على شباب والآسي بتطلع معنا أعطونا ورا التفقد على السريع وينها؟ ورا التفقد يلا والآسي ناقص 2 1 2 محلولين عندكم؟ شوف المركبات متناسبة ولا لا؟ قسم 3 على ناقص 2 هل يساوي 3 على 1؟ أكيد لا. شو تعمل الامتحان؟ تشطب المساواة. بتقول له المركبات غير متناسبة فالشعاعان شو بهم؟ غير مرتبطان. طيب شو يعني الشعاعان غير مرتبطان؟ اكتب جنبه اي يعينان مستوى. شعاعان غير مرتبطان شو يعني؟ يعينان مستوى. يعني هذا السؤال ممكن كان يجيك هل النقاط A B C تعين مستوى؟ هيك السؤال بدل مرتبطان شو بيسألك؟ هل النقاط A و B و C تعين مستوى؟ بنحل بنفس الطريقة. ماما خليك بالسؤال عم نشرحه بعدين مش كله اخر شو شوف ورقه تمام راح نعمله انا مرتبه بالمسافه والحاله عشان انا ذكرت انه شعاع غير متناسق بدك تقولي هاي الكلمه او هاي واحده من هذول عليها 5 اللي بعده اثبت ان الاشعه الثلاثه صبايا معي خلوكم معي اثبت ان الاشعه عم يحكوا مع بعض بلا حكي مش عرفاتكم اثبت ان الاشعه الثلاثه مرتبطه خطيا انتبه لي بس يقول لك 3 أشعة مرتبطين مباشرة تأخذ واحد منهم بتحطه بجهة مثلا قاضي هون بتحط عدد X, Y, ألفا اللي بدك يا ألفا بتحط الشعاع الثاني جنبه أبي زائد بيتا آسي وبتعوض تعويض عادي لحتى تحسب الألفا والبيتا مو على كيفنا هن عم يقولوا الأشعة يعني على الأشعة اللي بدك تحطيه على اليسار على كيفك ترتيب الأشعة لا يهم انت بترتبهم كيف ما بدك المهم شعاع لهالجهة شعاعين لهالجهة مضروبين بألفا بيتا أو إكس وواي طبعا حيث يفضل تكتب له ألفا وبيتا هما عددان حقيقيان تعال نشوف مع بعض القاضي تطلع معنا ناقص 1 0 1 ألفا منضربها بالآبي 3 3 ناقص 3 والبتا منضربها ناقص 2 1 2 كيف نعمل علاقة أولى؟ ناقص 1 بيساوي ألفا بثلاثة 3 ألفا ناقص 2 بتا هي علاقة أولى علاقة ثانية صفر بيساوي 3 ألفا زائد بتا علاقة ثالثة 1 يساوي ناقص 3 ألفا زائد هاي بهاي هاي ثلاث علامات بالرياضيات لما يكون عندي ثلاث معادلات بمجهولين باخذ 2 وبحلهم حل مشترك باخذ 2 وبحلهم حل مشترك كيف يعني الاولى والثانيه نحن مين مختارين بالحاله عندكم مين حالين عندكم انتم اولى ثانيه طالع الألفة كيف ما بدك ألفة طالع ناقص واحد على 9 بيتا طالع التلت منعوضها بثلاثة شو بتطلع التالتة إلا بعد ما يطلع الجواب لازم نعوضها بالثالثة حتى تطلع محققة عوضناها بالثالثة طلعت محققة فالأشعة مرتبطة خطيا ويفضل نرجع نكتب ومنه رجع حطه مثل ما كانوا آدي تساوي شو طلع معنا قديش طلعت الألفة ناقص واحد على 9 آبي زائد واحد على ثلاثة أس هذا ثلاثة أشعار
ثالث طلب ما عم تعرف تحله، طلب سخيف جدا الله يعطيكم الصحة. استنتج أن دي، تبع لي، استنتج أن دي مركز الأبعاد للنقاط المثقلة. ليك عندكم محلولة هنحلها سوا بطريقتين. تبع لي، أسهل طريقة أنا معلمك قاعدة الإنشاء ولا لا؟ ذكر معي شو قلت لك عن علاقة الإنشاء؟ قلت لك آد تساوي مثلا كسر ضرب شعاع. مين هو مركز الأبعاد؟ أي حرف قلنا؟ حرف الثاني. صح الله مصر. عينا هاي دي مركز الأبعاد لأ و ب على طول. ليش؟ لأن الشعاعين بلشين بنفس الحرف. طب شو المشكلة إذا بضف لك شوف كسر تاني جنبه؟ كسر تاني بس بشرط يبلش كمان ب أ، مثلا أ س. معناه شو بصير عندك؟ الدي بصير مركز أبعاد لأ و ب، والدي بصير مركز أبعاد لأ و س. شفتوا هاي علاقة الإنشاء؟ هي جاهزة. إذا هون ما بدك تحل ولا كلمة، بتقول له الفهمان هيك بيعملها، هي علاقة الإنشاء نفسها. تجوز لشعاع واحد ليك يلي تعلمنا نحن، وفينك تحط جنبه قد ما بدك أشعة، بس بشرط يكون حرف البداية من هو آه. هلأ من العلاقة، من النظر، من هون إذا عندك نظر، ثاني حرف بتقول له مما سبق من هذا يعني دي تسقل، تترك له محل بعد شوي. دي مركز أبعاد متناسبة لي، تبع لي آ سوري لي ب. ركز معي، تسقيل تلابي هي الأمثال مين؟ ناقص واحد على تسعة. وجيب لي هذيك الثانية من هني سي. شو هي تسقيل تلت و مين الثالثة؟ آه تبع تسقيل ترى مجموعة تسقيلات لازم يكون واحد، فتسقيل ترى الآه هو واحد ناقص مجموعة النادون، لأنه مجموعة التسقيلات بيكون واحد على طول. تلت زائد ناقص تسعة يعني ناقص تسعة. شو بيطلع تسقيل ترى؟ واحدوا لنا المقامات حطوا الجواب. هلأ واحد يحصل تسعة بواحد ثمانية على تسعة، واحد ناقص ثمانية على تسعة واحد على تسعة. مين هي الألفة والبتة والجمع؟ هلأ بنقول له يؤدي. ركز معي، ألفة وين؟ ألفة تسقلت الأ، معنى ألفة تسعة، و بتة تسقلت البي، هنا حاطينا ناقص تسعة، و جمع تسقلت للسي ثلث. هذا أول حل. نرجع من عيد من العلاقة بما سبق. أصلاً كلمة استنتج يا زكي يعني لا تشتغلش، يعني تطلع على القبل وطلع لي الجواب. صح الله ما صار. تاني حرف رجع عيد الطريقة، تاني حرف هو مركز الأبعاد لمين؟ للأحرف اللي موجودين أجيها كلهم. نبلش بالبي تسقلتها هاي، سي تسقلتها هاي، الأش بيكون تسقلتها واحد ناقص مجموع النهدو، واحد ناقص مجموع التسقيلات. هلأ ما في داعي، خلاص هاي مجموع واحد ناقص كأنك قلت لي قدي مجموعة تسقيلات كلها. طريقة تانية، طب قول هاي ما بتخطر على البال. لا هذيك إذا كانت لوحده هيك وصلها، هي إذا كانت لوحده ذكرت ولا ديك عم تحكي عنها لما بيكون شعاع لوحده. أنت قصدك هيك بيدرس قلت هاي والآه مقال هذه إذا كانت لوحده، بس عدة علاقات للأمثال تمام. طيب هاي ما بتخطر على البال أعتقد. أعطيك الطريقة الحقيقية. نفس الشيء بترجع وتحط القاضي من هذيك الجنة تنقله من بالضبط بالنقل. طب شوف الطريقة العامة، شو تعريف مركز الأبعاد؟ مو لازم يكونوا كل الأحرف موصولين بمركز الأبعاد؟ يعني العلاقة هيك لازم تطلع. انتبه كيف ألفا هيك لازم تكون، هي دي أ زائد بيتا دي بي
زائد جاما دي سي بيساوي الصفر. هذا هو قانون مركز الابعاد الحقيقي. طبعا 99% من الطلاب عم يحلوه عادي. ما انا لازم احول لهالعلاقه لهي العلاقة لازم تكون الدي موجوده بالكل. طيب هون الدي موجوده هون موجوده شيء هون 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 بتدخل حرف الدي هون بتدخل حرف الدي شلون بصير مثل دي. تعالوا ندخل مع بعض سالي الاسم هو موبايلي اذا عندك تنزل تاخذون عند المي وجهزي لي وراء الاجوبه يا مروه. مرحبا جميله فارسه المجموعتين تاكدي منهم. يلا بدي مجموعه تسجيلات كلياتهم دائما مركز الابعاد تجمعهم كلهم مع بعض. لا ما بده فيه وما طالبه تجمع هاي وهاي وهاي اعطونا واحدة. اي واحدة غلط؟ ليش الار غلط؟ 3 ناقص 9 اضرب هاي بثلاثة 3 على 9 ناقص 2 على 9 1 ناقص 2 على 9 7 على 9 وين الار؟ 7 على 9 يعني الالفة شرطة معك هون 7 على 9. طبعا يجوز لك ضرب التسجيلات بعدد. يلا هات العلاقة الأساسية ا د تساوي دخل حرف الدي بالنص بتصير ناقص واحد على تسعة اجمعوا لنا دول ا د زائد د زائد تلت ا د زائد د س. هاي الطريقة الثانية. هل تضرب هاي بهاي وهي بي ناقص واحد على تسعة قاضي. طبعا يلي ما بيعرف يشتغل بالكسور خليه يذكي شوي اضرب بتسعة اذا خايف من التسعة يعني اضرب بتسعة تسعة بقاضي تسعة قاضي بكالوريا انت عيب يعني تسعة مع تسعة بتروح بتضل الناقص انشرب ناقص قاضي ناقص دابة. تعال هون تسعة على ثلاثة 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 قاضي زائد ثلاثة مين ديس. هاي نشر يلا بنقولها لعن بعض. هاي بتروح لوني بتشو تصير عشرة قاضي ما بتغير الشرطة والثلاثة بتروح ناقص ثلاثة شو بتصير هون؟ سبعة. هاي جمعنا هاي وهاي ثلاثة ناقص واحد اثنين خذ هونيك ناقص اثنين بتصير سبعة. شو مكتوب هون؟ ناقص دابة خذ هونيك زائد دابة مين ضل؟ زائد ثلاثة دابة خذ هونيك ناقص ثلاثة دابة شو بيساوي؟ كلهم ضابطين حرف الدي بالبداية إلا هذا بنعكسه لو تعكس شو عم تغير الإشارة ناقص سبعة دي أ زائد دي بي ناقص ثلاثة دي سي تساوي صفر. انتهى الموضوع. هذا ألفا أمثال هون شو هو؟ واحد هو بيتا هون شو الأمثال؟ ثلاثة هو مين؟ جمع بيطلع متكافئين مع هذا لازم يطلعوا متناسبين. هاي الطريقة الثانية اضربها لهديك بناقص تسعة تطلع هاي اضربها لهديك بناقص تسعة لازم تطلع هاي تكد شغل هيك تعرفنا شغلك صح ما يطلعوا نفسها على هديك صح وهذه صح جد عيد فيها بنشر بينك هذه لك وين العلاقة الأساسية العلاقة هي دخلت جواب حرف الدي هون ونشر. مين ما كتب اسمه؟ مين ما كتب اسمه؟ انت ما كاتبين؟ الفرقة هاي تفضل مني
ايش معنى هذا؟ بعدين علي عشرة وصف. طبعا هذه هي الطريقة العامة، هي الطريقة اللي كل الطلاب لازم يعرفوا يرجعوا، لأن ذيك الأسئلة ذيك صار شوي يعني بدها تخطر على البال، بده يكون واحد مر عليه من قبل والله بكر ما مر عليه الطريقة الثانية دي، إنه يستنتجها مباشرة. متعودين أنتوا هيك بس على هاي، تمام؟ أما هذه الطريقة معروفة، بده يكون حرف الدي موجود بالكل، إما بالبداية أو بالنهاية، بس بالنهاية يعني راحت علامة الامتحان النهائي كان لازم يعملها بهذه الطريقة. هلا الحل ما موجود عندكم، بدي يكتب يكتب على السريع. اجت الانسة يا امير؟ تفضل. اي تايم بس بده يكون حرف البداية نفسه مركز الابعاد الثاني حرف، اذا ما كان بهالشكل انت بتظبطه ليرجع الشكل، بس هي افضل. كيف ما كانت تكون العلاقة فينك ترجع عليها انك تدخل حرف الدي. هلا كيف ما كانت تكون العلاقة اذا انت دخلت حرف الدي بتظبط. تمرين الثالث موجود بالمكثفة نفسها، مين مكاتب اسمه لورا؟ تمرين ثالث موجود بالمكثفة، فرجونا اي صفحة مشان نقول لرفقاتكم. لا قلنا يا مثال محلول بالمكثفة. تمرين ثالث اجباري بده يكون في استنتج عم تقولي اجباري بده يكون في طلبات قبل. بتكون متزايده ومحدوده من الاعلى، الليمت بيكون هو الحد الرابع. هذا التمرين كان في خطا طباعي اثناء الحل، انتم كانوا نسيانين الناقص 2 تبهتوا؟ فهذا التمرين كل واحد حله خربط فيه اخذ 80 علامه هديه. هذا التمرين الكل اخذ علامه، تمرين المتتاليات اللي ما اختاره طبعا ما اخذ علامه. هي. اللي حلو ضبط ولا ما ضبط معه اخذ 80 علامة. بعد شوي في علم ضبطوها وهي غلط، كيف ما بعرف؟ بعد شوي لما تاخذ اسئلتك تتاكد من السؤال، اذا ما اخذ 80 خلص من البنك. ترى الرابع متوقع لهذه الدوره وهو هام جدا جدا جدا، تمرين الرابع صفحه كامله للتمرين. تمرين المتتالية 22 بالمكثفة. ماجد الأنسة ظل عند إلا الموبايل عند الغرفة تحت عند أمي. 22 متتاليات تمرين المتتاليات 22. التمرين الثالث اللي ما معدله ورقته يو ان زائد واحد هو الثلث يو ان ناقص 2 عدلها. والطلب الثاني اول شيء اكتب عباره في ان ثم يو ان، ضبطوها يا صبايا بهالمقعد بلا حكي اذا بتريدوا صرعتوها. كمان ما انصرعتوا صرعتوني كمان. خلاص صار عندي حكي تحكي معي يا مروه مش الحال. فرزيلي وراء المجموعة مش هنوزع لنمي، خلي الموبايل عندك ردي على الاتصالات.
ما نوع عام جيبي لي رح طعم خلاص تمام تعال إلا من الأنس تمرين الرابع عطيك تابع F فتحة X بيساوي 2X على X زائد 1 أوجد F فتحة X ركز معي يعني اشتق مشتق البسط في المقام مين ضرب X زائد 1 ناقص مشتق المقام في البسط 1 ب2X على مربع المقام مشتق البسط في المقام ناقص مشتق المقام في البسط على مربع المقام فكر 2x بتروح مع 2x 2 ب 1 2 على x زائد 1 ثاني طلب اكتب معادلة المماس في نقطة فاصلتها 1 حط عند الواحد ها هون بيقول لك fx ناقص fa بيساوي f فتح ال a dx ناقص قلنا ال a شو هي الواحد معناها بنحط x ناقص 1 f فتح ال a يعني f فتح الواحد fa يعني f الواحد هذا هو القانون طبعا هون في معي خطأ مو fx هون هون شو y y ناقص fa هذا قانون معادلة المماس هلا لازمني f واحد F الفتحة واحد إذن Y ناقص F الواحد ونعوض بالتابع 2 ب 1 2 على 2 1 F فتحة الواحد ونعوض بالمشتق إذن وين نحصل فتحة الواحد ونعوض بالمشتق 1 زائد 1 2 2 للتربيع 4 2 على 4 ونص x ناقص y تساوي نص x ناقص نص زائد واحد y معادلة طبعا بحق لك تضربها باثنين استنتج انتبهوا على هي كلمة استنتج حطها على يد الواحد يعني هون ما فينك تشتق عادي ما فينك تشتق عادي شو شو بتعمل بتشوف اتش اكس بتقارن بينه وبين اف اكس ركز ركز هونيك اكس هون لوغاريتم اكس إذا شو عاملين بالتابعين؟ مبدلين الـ X لوغاريتم بتقول له نلاحظ أول شي بتكتبها لهي بتقول له الـ H X ليك الـ H هي نفس الـ F بس بدل الـ X حاطين لوغاريتم ليك H X تساوي الـ F بس بدل الـ X لوغاريتم إذا بتكتب الـ H تساوي الـ F لوغاريتم الـ X ومن هون هذا الاستنتاج H الفتحة انتبه على الطريق أول شيء تأخذ له اللوغاريتم بتعوضه بالمشتق وين المشتق؟ يعني بتصير معك F فتحة لوغاريتم الـ X ضرب مشتق المضمون مين المضمون؟ لوغاريتم الـ X مو والله بعوض بس اللوغاريتم بالمشتق بالضرب لأنه هني حاطين بدل X لوغاريتم X فبضرب جنبنا مين؟ بلوغاريتم الـ X هذا بيسموه اشتقاق ضمني تعال كمل معنا F فتحة لوغاريتم الـ X بتروح على F فتحة بدل x شو بتحط لوغاريتم x بتصير 2 على لوغاريتم x زائد 1 للتربيع زائد مشتق اللوغاريتم 1 زائد لوغاريتم لا ايه زائد شو زائد لا مو زائد ضرب يا رب وهو بس برجع علي شو حاطين بدل x معنا بتروح على المشتق بدل x بتحط لوغاريتم x وبتضرب مشتق اللوغاريتم مشتق لوغاريتم x وواحد ما في ما يشوف البعض شوف البعض واستنتج مشتق jx 2 sin x
على ساين اكس زائد 1 بتعين عليه بدال الاكس شو حاطين ساين الاكس بتقول له الجي اكس هي اف فلس ساين اكس معناها الجي فتحه اكس بتحط فتحه 2 ناطر يعني ليك فتحه 2 ناطر اف فتحه ساين اكس بمشتق الساين هونيك بمشتق مين ضربنا اللوغاريتم هون بمشتق مين ساين هلا اف فتحه ساين اكس بنروح على اف فتحه هي بنحط بدل اكس ساين اكس كده انت اكد انه هذا عم يسجل يا حنين بيكون ما عم يسجل يا 2 على ساين اكس زائد 1 للتربع ضرب شو مشتق الساين عن جد الساين انت هالموضوع ما بشتق انا بشتق انا هيك يعني استنتج اما يلي رايح نشتق عادي اشتق عادي حتى لو طلع الجواب نفسه تاخذ صفر المساله الاولى مكتوبه شو اعطيناكم الحل لا واضحه ليك نفسها بدي اكتب يكتب مين لسه ما كتب اسمه بقولك يا مروه خلي التفقد وتاكدي من العدد في حدا ما كاتب اسمه طب مين عم يجي بس على جلسه التصحيح بس على التصحيح ثروه وقمر يا انسى عندك ثروه وقمر وحنين بس عم يجوا على الجلسه تفضلي اسالي المساله الاولى لتكن النقاط احسب ب د ضرب داسه هون ضرب عادي بتضرب الاكسات ببعضهم زائد الوايات ببعضهم زائد الزدات ببعضهم ضرب عادي عم يطلع معنا الجواب مين ما بيضرب شواعي تضرب الاكسات بالاكسات زائد الوايات بالوايات زائد الزدات بالزدات ضرب عادي الجواب عم يطلع صفر لا نجبت يا لأ هديك إذا بدك تعتمدي على النظيم عشان تعرفي الزاوية هون أنا ما بدي الزاوية هون أنا عم بضرب إحداثيات ضرب عادي هلا طلع جواب صفر استنتج نوع المثلث شباب لما بتضرب شعاعين انتبه عليه رح نبه على الشغلة هون بادة ضرب داس هاي أنا ضربتهم شو طلع الجواب صفر القاعدة تقول إذا كان جدار شعاعين هو صفر فإن الشعاعان متعامدان مين الحرف المشترك بيناتهم دي يعني هذول شكلهم هيك هيك شكلهم هذول قائم في دي بيكون الشعاعان متعامدان وين في دي فالمثلث هاي يلي عم يعمل عكس بيصور صغلط من الآخر لأنه عم يلك استنتج شاني أحسب سمة شاني سمة بالله فاضي عربي انتو شاني سمة حرف عطف شاني عطف يعني عطفها اللي قبله بقول لك ارقص سمة ادبوي بتروح بتفوت على الحمام سمة تدبك مقبول انا عم لك ارقص سمة ادبوي بتروح تفوت على الحمام بعدين تدبك صح الله غلط هادي هيك انا عم لك اضربني هن ببعض ثم استنتج نوع المثلث يعني اعتمد عني على الناتج اللي طلع معي قاعد لسه عم تعمل عكس فيثاغورس اذا السلم سهل بيعطوك العلامه اذا السلم صعب ما بيعطوك العلامه لا سلمي صعب لانه مبينه جدا
انا ليه عملك اضربهم ثم استنتج شو هاي تستفاد من ضربهم؟ معنا لما نضرب شو هاي يساوي صفر ويلي استنتج نوع المثلث فورا تجي نوع المثلث شنو هو؟ قائم. واحسب مساحتهم. واحد طالب بكالوريا ما بيعرف مساحة مثلث قائم لهلا. كيف طالع على البكالوريا؟ بالغش بالواسطة؟ بس اي مستوى؟ ما انا ضربتهم طلع الصفر. من اين جبت الصفر؟ ما انا ضربتهم؟ لا تمسح هالشيء. اي شيء لا تمسحها. يعني بيكونوا بيكون الصفر بس ما هو قائما؟ لا قصدي قائم. مساحة المثلث القائم ما لي علاقة إن كان متساوي الساقين ولا لا. خلاص قائم. قاعدة تقول نصف على اللوحة يا حلوة ضرب القائم الأول ضرب القائم الثاني. هذا القائم. نصف القائم الأول ضرب القائم الثاني يعني النصف. مين ضرب القائم الأول؟ انتبه. بادئ. ما هو الحرف المشترك دي؟ هو البادئ والدسوة. يعني إنه نفس هذول. نصف. بادئ. طبعاً مش وع قطعة. ضرب مين الثاني؟ دس. هاي قطعة كمان. طيب. واللي ما بيعرف يعمل قطعة شو بيعمل لحاله؟ بيساوي نصف. كيف بنطلع القطعة بادئ تحت الجذر؟ فرق الإكسات للتربيع زاد فرق الوايات للتربيع زاد فرق الزدات للتربيع. يعني أنا من الأساس طارحهم البيضة طالعة معي. الطلب الأول صفر ناقص أربعة ناقص صفر معناها صفر للتربيع زائد ناقص أربعة للتربيع زائد صفر مربع. ضرب ديسة إيش طالع معي؟ ديسة صفر صفر ستة يعني صفر مربع زائد صفر مربع زائد ستة مربع. البيضة شعارها ربعته أنا تحت الجزر مربع الإكسات مربع الوايات مربع دي. ليكن هيك بتحسب طول قطعة. ما هو ما عندك تحسب طول قطعة أو بتسوي حالك ما شايف الشعب تحت الجزر. فرق الإكسات للتربيع زاد فرق الوايات للتربيع زاد فرق الزدات للتربيع. عم يطلع الجواب نصف. هذه تطلع جزر 16 أربعة يعني نصف أربعة جزر 36 6 24 على 2 طلعت المساحة 12. إذا طلع معي مثلث متساوي الأضلاع فاضل S للمتساوي الأضلاع جزر 3 على 4 طول الضلع للتربيع. إذا طلع المثلث متساوي الأضلاع جزر 3 على 4 طول الضلع للتربيع واحدة من هذول تجيب الامتحان. مختلف الأضلاع القاعد ضرب الارتفاع 2 قانون المشهور ما بيجي. لا صعب لنا. ممكن يجي عين القاعدة بتكون هيك هاي الارتفاع بعد الرأس عن القاعدة بيكون مطلوب بطلب سابق. ممكن قاعدة هاي بعد هاي عن هاي والارتفاع بعد الرأس عن القاعدة بعد نقطة عن المستقيم ممكن يكون مطلوب بطلب سابق. تفضل بس صعب. تحصل الأضلاع كله بس طلع قائم ما في داعي تدور على هاي خلاص بتطبق هذيك. نفسها ما هن هذول هذول مقائمين. هاي قاعدة وهي ارتفاع. نفسها قاعدة وارتفاع يعني قائمتين. طلب البعده أثبت. تفضلي. لا قائم متساوي الأضلاع ما بصير. قائم متساوي الساقين بصير. أنا ما هيك قصدي. قصدي إذا طلع معك قائم لا تروح تدور عليك. طلب الثاني أثبت أن الشعاع ناظم على المستوي. طب جنبه يجب أن يعامد طب جنبه يجب أن يعامد شعاعين غير مرتبطين في المستوي. يجب أن يعامد شعاعين غير مرتبطين في المستوي. خلصت الجواب. مين الشعاع اللي بدهن اياه؟ قاس. لازم نضربه بشعاعين غير مرتبطين في المستوي. اختار اي شعاعين. انا جاهزين البيدي والديسه باخذهم نفسهم
ما انا من الطلب الاول طلعت مين ومين؟ البيدة والداسة. ما انا بضربه ببيدة، اذا قاسة ضرب بيدة لازم يطلع صفر. ضربه ونشوف صفر. شوف الحل عندك وينه؟ قاسة ضرب بيدة طالع صفر، معناها شو؟ شو النتيجة؟ معناها قاسة عمودي عمي عبيدة. ضربه بالتانية، قاسة ضرب مين الشراع الثاني؟ داسة بيساوي صفر، يؤدي قاسة عمودي على داسة يؤدي قاسة ناظم. تفسير هون لازم يكون عليه علامة، يفضل نكتبه قاسة ناظم لأنه يعامل شو؟ شعاعين غير مرتبطين في المستوى. يفضل نكتب التعليم. كيف عرفنا انه غير مرتبطين؟ كيف عرفنا انه غير مرتبطين؟ لانه مركباتهم غير متناسبه، او لانه هو قايل لك مستوي ب س د، معناه هذول النقاط ما لهم على استقامه واحده، فاجباري انه غير مرتبطين. بس هي توضيحيه. هلا لما بقول لك بالطلب الثالث يا حمار اوجد معادله المستوي، بتروح بتدور على الناظم مره ثانيه. ما انا قايل لك بالطلب اللي قبله اثبت انه ناظم، حتى لو ما عرفت اثبت انه ناظم، الناظم موجود. المستوي شو بده؟ مستوي شو بده؟ نقطة وناظم. على هنا بتعملوا لي هذيك AM تساوي X B بدري شو ذا؟ ليش؟ يعني واحد بيتعلم شغلة ملحق عليك حال استاذ معلمك إياه أصلا. هيدي الطريقة. طب أنا الناظم جاهز. يعني اعتمد عليه. كيف بدنا نعمل إذا؟ الناظم موجود ليك وينه؟ قاسة، أعطونا الأحداثيات القاسة. شو مركبات القاسة؟ قاسة ايش طالع معكم؟ -2 تمام ليك إجازة. ناقص 2 صفر صفر هذا القاسة من الطلب السابق. والنقطة أنت بتختار أي نقطة بدك إياها. هن ثلاث نقاط ب وس ود، خذ واحدة يكون فيها صفار كتير. خذ الب نفس الشيء 1 4 ناقص 3، هي اللي بنكتب المعادلة. قانون المستوي عليه علامة اكس ناقص اكس زائد، انا مين اخترت؟ البي زائد ب في واي ناقص وايات البي زائد س في زد ناقص زدات زدات البي. شو بيساوي؟ ليش هي ما فهمت؟ ليش بدك تكتب معادلة المستوى؟ روح عوض ب و س د، اعمل لهم ثلاث معادلات حلهم ساعة. لا يعني سألك انه بيصبر بسألة ليش هالطريقة؟ ما انا معي نقطة وناظم يعني ما بعرف شو بدي. يعني صح بتعوض النقطة، يعني بتتأكد ان المعادلة صح. مو بتتأكد، هي بدها تطلع المعادلة. وصلت الفكرة؟ الفكرة انت بدك تطلع المعادلة بدك تتأكدي. طبعا بتطلعي ما بتتأكد. ليش بدي اتأكد اصلا؟ ما هي جاهزة. لما بيقول لك اثبت ناظم، ركزي معي، اثبت ناظم بعدين المستوي، معناها تمضي على مين؟ على الناظم. اصلا لو قال لك استنتج كمان خطا هذيك الطريقه. هلا بسلاله التصحيح انتبه عليه، سلم التصحيح بيقبل الطريقه اللي عم تقولها فيكم، وبيقبل الطريقه الثانيه، بيقبل الطريقه الثالثه، بيقبل الطريقه الرابعه، لما يكون سلم التصحيح سهل. بس علميا خطا. انا بقول لك اثبت ناظم ثم اوجد معادله المستوي، يعني اعتمد على الناظم، لا عم تعذب تثبت ناظم. فك معي. وين الأول والس هذول؟ وطاول الإكسات والوايات تطلع معك معادلة مستوي. إيش طالع معكم؟ ناقص إكس ناقص 2 إكس زائد 2 بيساوي طبعاً أو ما يكافئها. في عالم طلعت مان ناقص إكس زائد 1 بيساوي صفر، مقبولة لأنه إذا بتقسمها لمعادلتنا على 2 تطلع هذه. في عالم طلعت مان المضروبة بخمسة كمان مقبولة. أي معادلة مكافئة لهذه المعادلة طبعا بيطلع نفس الجواب. احسب حجم رباعي الوجه، احفظ القانون. هذا التمرين وين جاء؟ هذا موجود بالمكثفه بملحق الجزء الثاني، يعني اللي حلوا الملحق او حلوا بنك الهندسه شافوا نفس السؤال. موجود واحد من النار. الحجم شو قانونه؟ ثلاث اس اتش تبع لي
الاس انت بتختارها، رباعي الوجوه عم بيقول لك. شوف رباعي الوجوه والهرم نيناطه نفس القانون، هذا لمين لمين؟ هذا لرباعي الوجوه، لمين كمان؟ زائد الهرم. وانا بختار قاعدة عكيف، انا بختار الاس، فانا بقول كده اس. خليني اختار اس اللي معي اياه للمثلث القائم. مين كان المثلث القائم عندي؟ بي دي سي. تعالوا نرسم الرسمة شوي عشان ما بيعرف يرسم رباعي الوجوه. انتبه بتعمل مثلث بي دي سي، هاي الرأس اه توصلهم مع بعض، هاي رباعي الوجوه مثلث رأس وصلهم. شوف اذا هاي قاعدة الارتفاع هو بعد الرأس عن القاعدة، يعني بعد مين؟ بعد معناها القطش. مين هي القطش؟ بعد. انت مين اخترت القاعدة؟ بس هذا معناها القطش هي بعد اه عن المستوي ب س د. من وين بيجيبوا له البعد؟ قانون الدست. دست اه عن المستوي. انا ما عندي مستوي بس د. شو طلع الدست معكم؟ احسبوها. الدست عم يطلع 2. تذكرتوا قانون الدست؟ هما مطلقه من فوق والجذر من وين؟ من تحت. بيطلع معنا الجواب 2. والاس معنا يا مسبقا نضرب بالثلاث تطلع معنا الاجابه. تفضلي. اذا قاسي هلا عمودي، قاسي مكان ناظم هو طول قاسي صح؟ قاسي مكان ناظم على المستوي او ليك او هو قاسي طول القطعه قاسي بيطلع نفس الدس. لا يا رباعي وجوه يا هرم تبع الكتاب. لا بطريقة الكتاب. لا بيجي لي موجود بالنماذج الإدارة شفتي؟ لا ولا مرة؟ لا. ثالث خامس طلب جد أحداثيات الأهم. شو بتقول؟ نفرض ام شو بتقلع؟ اكس واي زد. ومن عوض الام اكسات النهاية ناقص البداية بيساوي التلت بيسة. شوف العلاقة محلولة عندكم، حاطينك الجواب، تعالوا نكتبها ببدايتها. شو العلاقة؟ ام تساوي تلت بيسة. حط الام اكسات النهاية ناقص البداية، x ناقص y ناقص z ناقص. طبعا شو بتقول اول شيء؟ نفرض ام شو اكسات الا؟ 3 0 3 3. وهون بتعوض مين؟ البيسة. قديش البيسة بتعوضها؟ تاخذ اول وحدة مع الاولى بتطلع الاكس، ثاني وحدة مع الثانية بتطلع الواي، ثالث وحدة مع الثالثة بتطلع معكم زد. صار معنا الاجابة 3 ناقص 4 3 5. ان شاء الله يجيكم اكمية سهلة. هادي وين هاي وين جابوا ولدي؟ ورغم هيك ما حدا حلا من الاشي اللفة اليوم. المسألة الثانية بسرعة عم يكتب. حدا عم يكتب من اللوح؟ عطيناكم الحلول مشان ما تكتبوا بس تفنش. كتب رؤوس اقلام. مسألة الثانية لهون مشكلة الجذر التربيعي انه المجال مغلق الا مفتوح. ليك بالامتحانات بيعطوك اياه مفتوح، تمام؟ بالامتحانات شو بيعطونا اياه؟ مفتوح. اذا كان مغلق ندرس قابلية الاشتقاق عند العدد على اليسار. مين هو هون؟ 3. قابلية الاشتقاق ندرس قابلية الاشتقاق عنده. او هن شو بيقولوا بالطلب الاول؟ هن بيقولوا لك ادرس قابلية الاشتقاق عند العدد 3، بعدين بيقول لك ادرس التغيرات. اذا برجع بعيد، اذا كان المجال مغلق هن شو بيقولوا بالامتحان؟ ادرس قابلية الاشتقاق عند العدد 3. كيف؟ قانون قابلية الاشتقاق. إذا طلع عدد من أول اشتقاقي طلع لا نهاية من أول. بالامتحانات إذا ما بدهن الاشتقاق هن بيعطوك يا مجال مفتوح. شو بيعطوك يا مجال مفتوح؟ إذا شفتوا مجال مفتوح لا توجع راسك بشيء أبدا، ادرس ليمت نظامية وحل عادي. هلا إذا كان مغلق أنت عم تدرس التغيرات تأخذ F3، إذا كان مفتوح تأخذ الليمت عند الثلاثة.
هلا بالورقة اللي عندكم انتو مغلق صح؟ النسخة الأصلية اللي عندي أنا هون مفتوح. فأنتوا على ورقتكم شو بدكم تاخذوا؟ F3. على النسخة الأصلية اللي عندي شو حاطينها هون؟ مفتوح. فالسلم لازم يكون ليميت، تأكدوا لنا من السلم. ليميت. ليميت ما؟ بس اكتب جنب الليميت، إذا مغلق نحسب F. اكتب جنب الليميت على السلم عندك، إذا مغلق نحسب F. ارجع بعيد. شوف مجموعة التعريف. من ثلاثة للزائد لنهاية، أنا عم بدرس التغيرات. إذا شفتها مغلق ما بقول ليميت عند الثلاثة، شو بقول؟ بقول اف 3، طبعا اثنيناتها نفس الجواب. وإذا شفتها مفتوح شو بقول له؟ ليميت اف اكس لما اكس يسعى للثلاثة من اليمين. عوضوا لنا إياها بالتابع عشان تطلع. لا طيب إنها التابع عند الثلاثة تساوي اف عند الثلاثة. إيه شو الاختراع هذا؟ هذا يعني إنه مستمر؟ وأنت ما لك مبرر إنه مستمر. ما في داعي. مغلق اف. مفتوح ليميت. قابلة اشتقاق. إذا قالوا ادرس قابلة اشتقاق. إذا قالوا، إذا ما قالوا بلا. يلا. أثبت أن ندرس تغيرات ولا من أثبت مقارب؟ طبعا نكمل التغيرات شوي بعدين نرجع المقارب. حسبنا الليميت عند ثلاثة طلع صفر، الليميت عند الزائد لنهاية. ركز معي. أول شيء عم يطلع عدم تعيين كان. اف اكس بيساوي تحت الجذر اكس مربع ناقص 4 اكس لما في عدم تعيينه. شباب كيف الطريقه؟ هي هيك صايره ليميت للجذر، بتدخل الليميت جوا الجذر بعقلك بصير جذر ليميت بتاخذ المسيطر. من الاخر خذ اول وحده فقط هذا تاخذ الناقص 4 اكس عشان هيك عم يطلع معك عدد. مين اول واحد المسيطر؟ اكس مربع زائد لا نهائي للتربيع جذره زائد لا. اذا مباشره الجواب هون زائد لا نهائي. تمام. المرافق المضروب عندك بيكون الطلب الاول تبع المقارب. انا عم بحكي على التغيرات الطلب الثاني. تغيرات الطلب الثاني ليك صح عند زائد لا نهائي زائد لا نهائي. اللي عم يعوضهم اثنيناتهم غلط. ليه؟ لانه ما بيكون كسير حدود ناخذ المسيطر. لو كان ناقص لنهايه نفس الشيء ناقص لنهايه للتربيع زاد لنهايه جذر شو بضل؟ زاد. هلا بنشتق ترى شو صار معكم بالمشتق. مشتق ما تحت الجذر 2x ناقص 4 على ضعفي الجذر. برجع بذكركم هذه الدور راح يجيكم جذر اما 80 علامه او 100 علامه. ممكن يكون لوغاريتم جذر كمان لوغاريتم 100 والجذر شو 80. يعني في تغيرات جذر اجباري. لذلك انتبه على حركات المشتق. مشتق ما تحت الجذر على ضعفي الجذر. طلع اثنين من فوق عامل مشترك او ما في داعي. ينعدم كسر عندما ينعدم شو بسط عدم البسط 2x ناقص 4 بيساوي 0. لاحظ الاكس شو عم تطلع 2 عم يروح الاحمر يحسب الثلاثين عم يطلع معه سالب عم يمكن بالامتحان. لكن عينه عينه مجموعة التعريف من ثلاثة الاثنين برا مجموعة التعريف كيف عم تروح تحسب له الصورة؟ الاثنين برا مجموعة التعريف كيف عم تروح تحسب له الصورة؟ أكيد بده يطلع معك جذر السالب. كل شيء بيناديني أستاذ عم يطلع معي سالب. لما تشوف هيك شيء عرف إنه أنت بس يطلع معك عدد ما له جذر شو تكتب له انتبه لا ينتمي لديه مرفوض يعني هذا ما بتحطه بالجدول اصلا. ما هو جدولك بده يكون من وين لوين؟ من ثلاثة. وين بدك تتحاشى الاثنين؟ اذا هي من ثلاثة في عالم حطوها هون كمان. هذا ما هو الفصام الشخصي على هذا جماعة برشلونة. الاثنين من هجية برا هاي بس المشكلة هي قبل 8 بعد 8 شو بصير بكره الله. هي الاثنين مشكلتها بدي احط لهم من فوق 8 بتصير 8 2 نفس الشيء. إذا الاثنين ما منحطها مصيبة. إذا واحد بحب شغلة هيك وراحت معه أبدية شرشحة يا زلمة والله العظيم. آه عندي ثلاثة في خطين ولا لا؟ إذا ما أنتوا عندكم ما في أنا عندي في. عرفت ليش حاطين خطين ولا ما حاطين أنتوا كمان؟ لو كان مفتوح كنا نحط الخطين ما مفتوح ما منحط. إذا الثلاثة إيش طلعت في ثلاثة؟ طلعت في ثلاثة صفر والاثنين ما منحطها إلنا. طيب لما بيطلع معك عدد ركز معي
ما بيدكم هنا مجموعة التعريف، ما رح نحط شيء. كيف بدنا نعرف الإشارة؟ تأخذ أي عدد من مجموعة التعريف، أي عدد يخطر على بالك، حط 10 وعوض بالمشتق. بالمشتقة مو بالتابع. لما بتأخذ عدد لتكتشف الإشارة بالنص بتعوض بالمشتقها مو بالتابع. بالمشتقها مو بالتابع. كان انت عم يتذكر كلامي بالتابع مو بالمشتق. إذا نسيت الإشارة وين عم يحطوها؟ بالنص. والنص شو مكتوب؟ معناها بدك تعوض بالفتحة. عوض معي العشرة يلا. مين العشرة؟ 20 ناقص 4 والجذر دائما موجب. موجب 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 على موجب موجب. فلك نهاياتي غلط. أنا قلت عن الإشارات لا تعتمد عني هذا. بجوز نهاياتي كنت خطأ. طلع معنا؟ إذا طلع التابع متزايد. إذا المفتوح. على الرسم. بس مدة من فوق. هلأ بهالتم إذا مغلق. تدرس قابلية الاشتقاق عندك 3. إذا ما طلع قابل الاشتقاق وقتها بتحطهم للسطح. أما إذا ما درس قابلية الاشتقاق كده بتحطهم. هدول شيء يعني غير قابل الاشتقاق. لا ما طالبين لذلك ما في داعي لهم أصلا. أنا بقول لك بالامتحان إذا بدهم بدهم يطلبوها. وبالامتحانات بس يجيبوا جذر شو عم يعملوا بالطلاب؟ عم يحطوا لهم إياه مفتوح مشان ما يوجع راسه بمشكلة قابلية الاشتقاق. يلا. تعال على الرسم. الرسم بده مقارب. خلينا نرجع على المقارب بعدين نرسمه مع بعض. وين طلب المقارب؟ أول طلب أثبت أن المستقيم y بيساوي x ناقص 2 مقارب. شو بنقول؟ fx ناقص y دلتا. أعطونا fx تحت الجذر x مربع زائد ناقص 4x دلتا ناقص y دلتا. نفتح قوس بلا قوس غلط يا أمور. زائد لا نهاية ناقص لا نهاية عدم تعيين. بس مروة نزل لتحت. وين أنس سكري يا أنا معلمك شغلة يا بغلة ونسيتها. أنا قلت إذا أمثال X هون جذروا لهذا اللي هون مضرب بالمرافق فات من هون طلع. وهذه أنا عملت عليها حفلة كاملة وجلسة كاملة وأنا أشرح لكم إياه. مو أنا قلت إذا أمثال X برا جذر أمثال X جروا ما تروح تطلع عامل مشترك. ما قلت لك اضرب بالمرافق. يعني ما معقولة أقول لك عمول هيك تاني شو عم تعمل بالعكس. يا قلبي ما فينك بالامتحان تروح بتطلع هون عامل مشترك وتخبص 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 اخر شيء تكتشف انه لازم تضرب بالمرافق. بدك تكون انت من النظره الاولى تعرف هل بيمشي حاله ولا لا. انا رايي اخطب بدي وحده شقره فوتوني على البيت. شفتها الصوماليه سمره بربع حبش بعمل لها هيك لهارف شقره من النظر مبينه يا حمار. عينه هون واحد وهون واحد معنا شو بضرب؟ بالمرافق. أما أني روح أقعد جرب بالامتحانات قاعد عم تجرب فيها نص ساعة بعدين ترجع تضرب بالمرافق راح الوقت كله. إذا مباشرة X برا آخر مرة بعيدة X برا X مربع جوا قارن الأمثال. مثلا هون 9 جوا هون 3 عين عليهم الثلاثة مجازر التسعة يعني بضرب بالمرافق. إذا شو نعمل هلا؟ نضرب البسط والمقام. وهذا اللي ما في مقام مقامه واحد هذا. والمقام بمين؟ بالمرافق. تعال نضرب يلا. لما بنضرب بالمرافق يلا خلينا نعمل الضبط زي بلوه معامل مع الله معني آخر مرة يعني يلا. هاي المرافق بدي اكتب بالملون قال لنا بنخفف العيار شوي ما بنتقل الارتباط نفسك. هاي المرافق ليك إشارة بالنص بدل الناقص يعني بين الجذر وبين الحد قبل ليك شو بحط؟ زائد. هذا هو المرافق بغير إشارة بالنص على تحت الجذر X مربع ناقص 4X زائد 3 زائد X ناقص
لكن المقام ما عندي في مشكلة، انتهت مشكلته لأنه لا نهاية عين. لا نهاية. زائد لا نهاية. عرفت نعمله بالمرافق؟ لأنه أساساً هيدي الناقص هي اللي عاملة مشكلة. فلما عم تضرب بالمرافق عم تصير المقام بالنص زائد، عم يجمعوا مع بعض. كمان بشذر من أول بأكس مربع بأكس. طبعاً. هديك زائد لا نهاية. وهي زائد لا نهاية. شو بيطلع معنا؟ زائد لا نهاية. هلا البسط متطابق هي تبعيت 6 ناقص جدي 6 زائد جدي 6 جدي ما تستدرك تعلمها. شغلتين بيناتهم ناقص، شغلتين بيناتهم زائد. قانون ميلاد مربع الاول ناقص مربع الثاني. تعرفوا مربع الاول، مربع الاول باي باي جذر اكس مربع ناقص 4 اكس زائد ناقص اكس مربع. اه مربع ما كلها تربيع يا حلوه. الله يعطيك السلامه. هيك مربع ولا هيك؟ هيك يعني مربع الاول، يعني هذا الجذر عليه تربيع وهذاك على المتطابق، ولا مربع هي لحال هي لحال. معقول بكالوريا لا لسه مخرب بهاي. معناته مشكلتك مو بالبكالوريا، انت مشكلتك صف سابع ثامن. بس ممتده معك الشغله للبكالوريا. فك لنشوف. اكس مربع بيروح الجذر مع التربيع ناقص مربع الاول اكس مربع ناقص ضعفي الاول بالثاني ناقص 4 بناقص زائد 4 اكس زائد مربع الثاني زائد بناقص هاي بتروح مع هاي، هاي بتروح مع هاي، 3 ناقص 4 ناقص 1 على نهاية. وإذا ما طلع معك عدد فوق أعرف إنه معك خطأ بالمتطابقة، لأن إجبار بدي يطلع جواب صفر وتحت لا نهاية معناه فوق شو لازم يكون؟ لازم يكون عدد. ادرس وضع سي بالنسبة لدلتا. كانوا نسياني بالحل عندكم؟ لا دارسينا. ندرس إشارة الفرق. جاهز عين علي. شوف ناقص واحد على تحت جذر الإكس مربع ناقص 4 إكس زائد 2 زائد إكس. تبع علي البسط سالب. البسط سالب المقام الجذر دائما موجب زائد. طب الإكس ما أكبر من 3؟ هات أي عدد أكبر من 3 وعوضه هون. 5 ناقص 2 موجب، سالب عن موجب منتج أصغر من الصفر بدون شيء. اللي هو الخط سي تحت المقارنة. يعني بالفرق المنظور بالمرافق ما مبين معي. وين الفرق المنظور بالمرافق ما مبين معي. موجب ناقص وهون في ناقص 2 ما بيزبط معنا. اذا لما تضرب في فائده لالكم، اذا هون في فائده علميه اكتبوها على جنب. عند دراسه الوضع النسبي استفدت من الناتج الاخير للفرق. عند دراسه الوضع النسبي استفاد من الناتج الأخير للفرق يلي هو مين؟ هلأ بتمريننا ناقص واحد على مين؟ على الجذر. يعني آخر جواب وصول كله استفاد منه. سالب على موجب شو تمعنا؟ سالب والخط في تحت المقارب. هلأ صار فينا نرسمه. اعتبار الثاني غدا إن شاء الله للطلاب اللي عم يحضروا الجلسات. سروة أمر حني طعم الومات الصاحب بعد الجلسة. بس تري بدي تحضري عرض قضية بكرة حضرية معنا تبدأ تحضر قضية بعد الجلسة إن شاء الله. تمام ناخد درس بكرة عنا درس. ناخد درس نظامي بالتسعة على الـ11 والـ11 نعمل الارتباط بالقائمة مكان من التقاعدي. كل واحد بيأخذ نموذج. أنت نموذج هي نموذج أنت نموذج هي نعمل نموذجين معه. كيف تسعة نخلص بالوحدة فين؟ يلا تعالوا نرسم مع بعض. هسه جاهزين الأوراق. أول شيء شو نرسم؟ مقارب. المقارب كيف يرسمه؟ y تساوي x ناقص 2. ركز معي. ناخذ نقطتين ونوصلهم ببعض. كيف نرسم المقارب؟ ناخذ نقطتين ونوصلهم ببعض. حط بدل اكس صفر.
الواي شو بيساوي؟ ناقص 2. حط بدال واي صفر الاكس بتطلع 2. النقطة الأولى 0 ناقص 2، النقطة الثانية 2 صفر. طبعا اللي انتوا لا تقولوا لرفقاتكم لأنه راح أجيب الموعد الثاني، ما حد يجيب رفقاته معه، يعني جودي وزينب والشلة الثانية راح أجيب الموعد الثاني. طب مش هالعجلة، يعني انتوا الصبح في مجموعة المساء ورفقاتكم اللي عم يعمل بس اختبارات هذا راح أجيبهم أعطيهم ورقتهم وأعمل لهم موعد ثاني. يلا صفر ناقص 2 وين؟ هون. 2 صفر وين؟ هون. هذا المقارب. في شي مقاربات شعقولية أفقية؟ ما في. منين بلش الرسم؟ عين على الجدول. تعالوا أخذ نقاط مساعدة أول شيء. بنحط إكس يساوي صفر، ما فينا ليش؟ لأن الصفر ما من مجموعة التعريف. إذا مستحيل. عرفت ليه ما باخذ الصفر هون؟ لأن هي أساسا ما من مجموعة التعريف. بقول واي تساوي الصفر. بروح بدل اف اكس بحط صفر. وبحل المعادلة رح يطلع معي نقطتين، واحدة منهم ليك ثلاثة صفر، واحدة منهم رح تطلع من ورا وما أنا موجودة ضمن التابع. إذا ما رح استفاد من نقاط المساعدة تعال نبلش. يلا ثلاثة صفر، وين هاي ثلاثة صفر؟ هونيك تعال برسم ثلاثة صفر هون. شوف إذا كان ليميت بعمل له هيك، بلش من عندك دوار هيك دائرة مغلقة أو مفردة. أما إذا ما كانت ليميت يعني إذا كانت مغلقة نقطة. وصلت الفكرة؟ إذا كانت ليميت حط لها هيك دوار. ليك حاسين ليميت؟ يعني إحنا حالين على مفتوح، أنتوا على حالكم على المغلق. على سؤالك، سؤالك عشان أنت عيني على مجموعة تعريف مغلط، ما بتعملي اف بدل لي. هلا ايش الحال عدنان؟ يلا طالع الخط طلوع لوين؟ زاد لا نهاية على اليمين وزاد لا نهاية لفوق. طالع على اليمين ولفوق وقريب من المقارب. هلو قريب من المقارب تمام؟ طلب الرابع استنتج الخط البياني سي فتحة للتابع جي المعرف وفق. أعطيك تابع أنا قلت لك شو بتعمل. أول شيء بدك تكتشف آية على اللوح هديل، بدك تكتشف شو عاملي. بتبدل الإكس بناقص إكس. تعال نقارن بينهم. تعال لا لسه ما بيعرف يعمل ولا شيء. هاي أول ثلاثة أكتش. أنا قلت أحفظ البدن للاحتياط. يلا هاي واحدة من الثلاثة. F X صاوي X مربع ناقص 4 X زائد 3 والج X هي X مربع زائد 4 X زائد. تبع لي روح على الأولى. بدل X حط ناقص X. ناقص X للتربيع شو ترجع؟ زائد. بدل اكس حط ناقص اكس. ناقص اكس بناقص 4. اذا شو عاملين؟ بدلين الاكس بناقص. اذا بتقول له نلاحظ جي اكس بيساوي هي اف بس مبدلين الاكس بناقص. بتروح على الجدول اللي مرشته واللي موجود صفحه 40 من المكثفه هي الحاله الثانيه. بتقول سي فتحه لجي نظيرة ساجة بالنسبة لمحور مين؟ التراب. يعني كيف الرسمة بتصير؟ هاي محور التراب كيف شايفة؟ هاي قديش كانت؟ ثلاثة ناقص واحد ناقص اثنين ناقص لا هديك هيك هديك بالعكس جهة لا في مقاربة نظير لهذا بس ما مطلوب الرسم. استنتج يعني احكي حكي. شو؟ اي ساعة حصتك؟ على الفيزياء؟ ايش صارت 11؟ 10 حط الكتاب ورجعوا لي بعد نص ساعة. سبتي وبعتي لي على التليجرام، اعطيها التسجيل.
كتبناها هي العبارة هيك لحالها ما قبل علامة كاملة يعني. بدك تكتب وخاصي تحت المقر أي دعية وخاصي تحت المقر. أعطينا الورقة يا